بما انك فتت على هذا الفيديو فاكيد انت من محبي الكلاب او عندك اهتمام بالكلاب بشكل عام. طبعا نزلت تصويت على صفحتي على الفيسبوك من خلال ستوري، شكرا لكل حدا صور. هاي الاسماء ظاهرة امامكم وللاشخاص اللي صوتوا من شان تشريح المقارن. بعدكم ان شاء الله بالاسبوع الجاي ينزلكم فيديو مرضي جدا عن التشريح المقارن. بهذا الفيديو راح احكي لكم عن 5 معلومات غريبة كتير عن الكلاب، غالبا اول مرة تسمعها حياتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم شباب وصبايا؟ واليوم رجعنا لكم فيديو جديد، واليوم راح نحكي عن 5 معلومات غريبة عن الكلاب. إذا أنت من محبي الكلاب أو القطط أو الحيوانات بشكل عام، هاي القناة هي اللي راح تلاقي فيها كل شيء، إن كان عن التدريب أو المعالجات أو الحالات بشكل عام. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتحط لنا لايك على هذا الفيديو. ما بدي اطول عليكم فيلا خلونا نبدا. حاسة الشم عند الكلاب افضل 40 ضعف من عندك انت. مساحة الخلايا في الدماغ التي تكتشف الروائح المختلفة اكبر بحوالي 40 مرة عند الكلاب من البشر. هذا يعني بان كلبك بامكانه التقاط روائح اكثر منا بكثير، وهذا هو السبب ليش الكلاب كتير بيستخدموها لشم الناس او المخدات وحتى المال. لدى بعض الكلاب انوف جيدة لدرجة انها يمكنها كشف المشاكل الطبية. نظرا لان حاسة الشم عند الكلاب قوية جدا، فيمكن تدريب الكلاب على شم الحالات الطبية فيتم استخدامها لتشخيص حالة معينة. هاي هوني كان في شغلة بدي اسألكم عليها ونسيت، انا عزت بعد التعديل يعني. الشغلة بدي اسألكم عنها واللي هي انه انا وانا عم ادور عن هذا الفيديو وعم اشتغل وكذا، طلع معاي انه ممكن للكلاب انها تكتشف اللي طلع اسمه هلا ما فيني اكتبه او احكيه لانه مشان سياسات اليوتيوب كذا وكذا، فما بعرف هذا الشيء صح. اذا حد عنده شيء معلومه فيخبرنا اياها بالتعليقات لانه جد انا ما اتاكد من الموضوع. خير خلينا نرجع. او لتنبيه اصحابها اذا كانوا بحاجه الى اخذ الدواء. هذا الكلب صاحبته مريضة بالسكري، صار هو ينبهها على التغيرات بنسبة السكر في دمها، فهي صارت تنتبه وتاخذ الأدوية. سبحان الله، نعمة من الله. يمكن للكلاب أن تشم في نفس الوقت التي تتنفس فيه. وات؟ شو حكي عزت هلا؟ كيف يعني؟ لحظة شوي، ركز معي. تعتمد الكلاب كثيرا على حاسة الشم للعثور على الطعام وهي الأشياء كالمخاطر المحتملة والأصدقاء وإلى آخره. لذلك لا داعي للقول أنهم يشمون كثيرا. كثير من الأحيان بنلاقي كلاب دائما عم يضل يشموا وهيك يعني. خلقت أنوف الكلاب بحيث تبقى الروائح فيها بينما يمكن للهواء أن يدخل ويخرج من رئتيهم في نفس الوقت، مما يعني أن يمكنهم التنفس بحرية أثناء الشم هي الروائح وإلى آخره. خليني أحزر، أنت بهي السنة ما أنك مشترك، زور اشترك ليك زر الاشتراك هون غالبا، او اذا انت على الفيس ففوت على الرابط هذا اللي هون واشترك بالقناة. بكبر بدعمكم يا جماعة، بدنا نوصل ل 10,000 مشترك بكرة. لا ستهدى شوي شكلك. بعض الكلاب سباحون رائعون مثل القطط. ليس كل الكلاب تحب الماء ولكنها تميل الى ان تكون سباحة جيدة. يعني ونحن صغار دائما علمونا انه الكلب فيه يسبح. حصل هذا الكلب المسمى بويز على جائزة نيوفاوندلاند لإنقاذ 9 أشخاص من البحر. عطوه وسام استحقاق خلال مسيرته هاي المهنية ككلب إنقاذ للمياه. سبحان الله. يمكن للكلاب التغلب على الفهد بالسرعة. أوه هلا هون من الوقت، مو الفهد أسرع حيوان بالحياة؟ مو شوفي لحظة، يمكن لمعظم الكلاب أن تتفوق بسهولة على الإنسان. هاي الشغلة بنعرفها وياما ونحن ماشيين لاحقنا كلاب وعاضينا وإلى آخره. الكلاب مخلوقة لكي تتكيف مع الجري والمطاردة. أسرع سلالة من الكلاب حتى الآن هي السلوقي، أو بلهجتنا نقول كلب سلوقي. يمكن أن تصل كلاب الصيد السريعة هذه إلى سرعة قصوى تبلغ 45 ميلا في الساعة في غضون ثواني من بدء الجري. طيب بس الفهد سرعته 70 ميل بالساعة، كيف؟ وين الفرق كتير كبير يعني. الفهد سرعته 70 ميل بالساعة
بس بيستمر بهذا الشيء لـ30 ثانية فقط. من ناحية أخرى يمكن للكلاب السلوكية الركض بسهولة بسرعات تزيد عن 35 ميلا في الساعة حتى 7 أميال. لذلك على الرغم من بداية الفهد السريعة إلا أن الكلاب سرعان ما يتجاوزون هذه السرعة. شكرا من أعماق 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 قلبي لأنك وصلت لهي الدقيقة من المقطع. ينجد ما بتتخيل هذا الشيء قد أنعم دعمنا. حاول قدر المستطاع أنك تنشر المقطع بين رفقاتك وأنا جاهز أي مساعدة بدكم إياها. وبس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.